الشابتر الرابع من هذا الكتاب يحاول يشرح الديبلويمنت مودلز اللي خاصه بالكلاود كومبيوتينج. احنا حكينا عن الديبلويمنت مودلز بصوره مختصره وقلنا الكلاود توفر اربع انواع من الديبلويمنت مودلز اللي هي البرايفت كلاود والببليك كلاود والكوميونيتي كلاود والهايبريد كلاود. بس هنا انا راح بهذا الشابتر راح يفصل كل نوع وشنو خصائصه وشنو مميزاته، لمن هو هذا النوع يكون مناسب لاي نوع من انواع الشركات او الاشخاص، وشنو فوائد شنو مساوئ كل نوع. واكو كلام كلش هوايه بهذا الشابتر بس هو اغلبه راح يكون مكرر. احنا راح نحاول نركز عن الامور اللي هي خلينا نقول المشتركه او المهمه. فهنا يقول بالمقدمه انه هذه الانواع الاربعه، يقول اول نوع عندنا، اول شيء قبل لا يقسم الانواع الاربعه ليش احنا قسمناها بهذا الشكل او شن هي البارامترز اللي موجوده بحيث قسمناها على اي اساس اختارينا. يقول اكو هوايه بارامترز ممكن احنا هذه هنا يقول the classification of the cloud is based on several parameters. يقول يعني ممكن احنا قسمناها على اساس حجم الكلاود اللي هي عدد الريسورسز اللي تملكها، او على اساس نوع البروفايدر، او على اللوكيشن، او عدد اليوزرز، او قوة السيكوريتي اللي موجودة بالكلاود. فهنا تقسيم الكلاود يكون بهواية بارامترز، وعلى اساسها قالوا اكو ثلاث او اربع انواع من الكلاود كومبيوتينج. بعدين يجي يدخل يقول اول نوع اللي هو البرايفت كلاود، اللي هو احنا قلنا هو ما دام اسمه برايفت كلاود يكون عبارة عن كلاود كومبيوتينج مخصص لمن؟ مخصص الى شركة واحدة، هذه الشركة هي اللي تكون عندها هذا البرايفت كلاود. طبعا ملاحظة ايضا جدا مهمة انه ذول الاربعة انواع يشتركون بالستركتشر، يعني اربعة انواع من الكلاود كومبيوتينج لهم ستركتشر واحد اللي حكيناه بالشابتر الثالث. قلنا الستركتشر مال الكلاود يحتوي على خمس اجزاء، هذه الخمس اجزاء موجودة بكل انواع الكلاود. وايضا حكينا عن المعمارية اللي هي الاركيتكتشر اللي قلنا هي عبارة عن اربع لايرات. هسه المعمارية تختلف بين هاي الانواع الاربعة، فاذا الستركتشر يكون موحد بين هاي الانواع ولكن المعمارية ممكن تكون تختلف بين الانواع الاربعة. فالبرايفت كلاود هي تكون خاصة بمؤسسة واحدة. هسه سواء كانت هذه البرايفت كلاود المؤسسة هي تروح تشتريها وتسويها وتنصبها وتكون مسؤول عن صيانتها، او تروح تاخذها من بروفايدر، يعني اما تكون deployed managed and built by the organization or by a third party يسموها outsourced، يعني ماخذيها من مصدر خارجي من طرف اخر هو اللي راح يزود هذه الشركة بهذه الكلاود. وسواء كانت on premise or off premise. on premise يعني موجودة بداخل الشركة، off premise يعني ما اخذيها احنا من مصدر اخر، يعني اكو provider يوفر private cloud هو يكون مسؤول عن المانجمنت، هو يكون مسؤول عن الديبلويمنت والى اخره، او لا ممكن تكون كل هاي الامور هي الشركة تتحكم بها. وهنا أنا ايضا يذكر بعض الامثلة من البرايفت كلاود اللي هي الاوبن سورس والايكاليبتس، هذه انواع من البرايفت كلاود. بعدين يجي يذكر خصائص البرايفت كلاود. طبعا اهم خاصية بالبرايفت كلاود هي السيكوريتي. السيكوريتي هي اعلى انواع السيكوريتي بين الانواع الاربعة موجودة بالبرايفت كلاود. ليش؟ لانه هي اصلا هي داخل الشركة وماكو بها خلينا نقول اتصال انترنت او فشي خارجي حتى تكون تتعرض للتهديدات، فالسيكوريتي مالتها جدا عالي. زين الخاصية الأخرى اللي موجودة بالبرايفت كلاود يقول سنترال كنترول. الكنترول أيضا عالي لأنه قلنا الكنترول إذا كانت برايفت كلاود ومملوكة من هذه الشركة، الشركة هي اللي راح تصممها وتنصبها وتسويها مانجمنت وهذه، فالكنترول راح يكون كله بإيد الشركة اللي عندها هذا البرايفت. في الكنترول راح يكون سنترال كنترول، مو مثل بقية الأنواع. مثلا البرايفت كلاود الكنترول راح يكون عند البروفايدر، عفوا البابليك كلاود الكنترول راح يكون عند البروفايدر، بينما بالبرايفت كلاود راح يكون وين؟ على عند الشركة. Organization has full control over the cloud. As usual the private cloud is managed by the organization. زين
خاصية ثالثة من خصائص هذا النوع من الكلاود اللي هو Weak SLA. SLA اللي هي Service Level Agreement تكون ضعيفة. ليش؟ لأن هذا النوع من الكلاود ما مخصص أنه حتى الناس تشترك بيها أو الناس مثلا لناس اليوزرية يكونون هواية، لا، يكون مخصص بشركة والشركة عندها موظفين محدودين وهذه الكلاود تكون إلهم، فهي مو مخصصة للاشتراكات مثلا أو الناس تشترك بيها، فأصلا ماكو SLA. يقول هنا أنا أصلا مرات يقول may or may not exist، يعني حتى مرات ماكو SLA، ماكو اتفاقية بين الكلاود وبين الموظف مثلا، لا، وإنما هي عبارة عن كلاود موجودة بالشركة والموظفين يستخدموها حتى يشتغلون على المشاريع اللي عندهم، فالSLA مالتها ويك. هذه من مميزاتها. بعدين يذكر فتفقرة يقول زين المن هاي تكون مناسبة، السيوتابيليتي يعني المن تكون مناسبة، يا شركة يا مؤسسة تروح تختار هذا النوع، ما تختار مثلا البابليك. يقول يذكر عدة أنواع من المتطلبات أو أنه فد مجموعة من الأورجنايزيشن تكون البرايفت كلاود مفروض تكون هي خيارهم الأول. مثل ما يقول مثلا إذا الأورجنايزيشن تحتاج سيبرت كلاود، يقول هنا إذا الأورجنايزيشن تحتاج سيبرت كلاود فتروح على البرايفت كلاود، إذا هي الأورجنايزيشن تريد كلاود خاصة بها منفصلة مو متصلة مثل البابليك كلاود فتختار هذا الاختيار. أو ممكن الأورجنايزيشن funded as managing and maintaining cloud is a costly fair. يقول إذا الأورجنايزيشن هذه أو الانتربرايز المؤسسة عندها sufficient amount of funds، يعني هي ممولة بتمويل جيد، يعني ما عندها مشكلة بالمادية، ما عندها مشكلة اقتصادية، تقدر تشتري البرايفت كلاود. راح نشوف من المساوئ مالتها مكلفة جدا، فمو أي شركة تروح تسوي برايفت كلاود، وإنما الشركات اللي عندها إمكانيات مادية عالية. فإذا الشركة ما عندها مشاكل بالفونز فتروح تختار البرايفت كلاود. بعد يقول الأورجنايزيشن consider data security important. يقول الأورجنايزيشن إذا عندها security كلش مهم فما تروح تشترك بالبابليك كلاود، تروح تسوي برايفت كلاود. مثل المؤسسات خلينا نقول الحكومية، المؤسسات العسكرية، هاي معلومات تكون كلش حساسة، فمو من المعقول انه مؤسسة عسكرية تختار بابليك كلاود ومعلوماتها تكون عند البروفايدر، وبالتالي ما دام هي بالبابليك كلاود السيكوريتي راح يكون اقل، لان الاتصال بها عن طريق الانترنت، والانترنت دائما متعرض لخروقات ومتعرض لتسريب معلومات، فهيج مؤسسات اللي عندها السيكوريتي كلش مهم او اعلى درجات السيكوريتي يكون لها مهم، فتختار الاختيار الخاص بالبرايفت كلاود. مثلا organization want control over the cloud، اذا الorganization تريد هي تسيطر على الكلاود كنترول كلها يمها، ايضا تختار private cloud، لان قلنا من خصائصها انه بيها central control. the organization that have less number of users، اللي organization عندها يوزرية قليلين، قلنا هاي private cloud فهي خاصة بالموظفين مال هاي organization او الناس اللي يشتغلون بهاي organization، فاليوزرية يكونون قليلين مو مثل public. public cloud اليوزرية يكونون على مستوى العالم، يكونون بالالاف او مئات الالاف او عشرات الالاف، فهذه اليوزرية مالتها يكونون محدودين بالنسبة للprivate cloud. وكذلك بالنسبة للorganization with pre-built infrastructure، يقول إذا أكو فد organization عدها أصلا، يعني خلينا نقول مؤسسة عدها infrastructure، مشترية data center وعدها سيرفرات وعدها أجهزة وعدها network بس ما مسوية cloud، فالاختيار الأفضل إلها أنه هي تستفاد من هذه infrastructure اللي بانيتها وتسوي الكلاود، احسن ما تروح تشترك بغير نوع من الانواع، فيكون البرايفت كلاود هو الاختيار الانسب بالنسبه لهذا النوع. وكذلك اكو بعد سيناريوهات، بس هي هذه النقاط المهمه لهذه الشركات او المؤسسات حتى تتجه باتجاه البرايفت كلاود. زين، ايضا هنا يذكر انه شنو الشركات اللي مو مناسب لها البرايفت كلاود، هذول المناسب هذول مو مناسب، اكيد راح يكونون هم عكس هذه النقاط. مثلا يقول لك the organization that have high user base، اذا مؤسسة مستخدميها كلش هواية بالالاف او مئات الالاف فالمفروض ما تختار برايفت كلاود، تختار public cloud والى اخره. وكذلك المؤسسة اللي عندها مشاكل بالفاينانشيال
financial constraints يعني قيود ماليه او ما عندها الامكانيه الماديه حتى تروح تشتري البرايفت كلاود، فاكيد راح يكون مو مناسب انه تختار البرايفت كلاود. فهذه كل النقاط راح تكون عكس النقاط اللي فوق. وهنا أنا قلنا اكو نوعين، هي يعني اما تكون اون بريمس برايفت كلاود او اوت سورس برايفت كلاود، يعني اما تكون هي داخل المؤسسه الانفراستراكشر مالتها او تكون مزوده من طرف اخر، هو فد شركه تزود شركات اخرى بالبرايفت كلاود. وهنا يذكر خصائص كل واحدة بيهن، بس هي كلها نفس الكلام اللي هو دائما احنا نكرر، المالتي تيننسي وكل اللي حكيناه اللي هو من خصائص الكلاود. احنا راح نركز على الامور المهمة وخلينا نقول النقاط الاساسية اللي موجودة بهذه الديبلويمنت موديل. بعدين يذكر الادفانتجز والديس ادفانتجز اللي هي اصلا هسه هم بينت من خصائص الكلاود. عرفنا احنا شنو الادفانتج مالتها، cloud is a small size and easy to maintain. ما دام هذه الكلاود البرايفت كلاود هي صغيره خاصه بمؤسسه، فاكيد راح تكون هي صغيره الحجم وعمليه الصيانه مالتها راح تكون اسهل من البابليك كلاود اللي راح تكون جدا ضخمه. الهاي ليفل اوف سكيورتي، قلنا سكيورتي اعلى انواع الليفل اوف سكيورتي موجود بالبرايفت كلاود، فهذه من محاسنها. الكنترول ايضا، كنترول باي ذا اورجانيزيشن، ايضا من المحاسن اللي موجوده. المساوئ اللي بيها انه هنا أنا اول شيء البادجت، انه لازم اكو هاي الشركه عندها امكانيه ماديه حتى تروح تشتري. ماكو مثلا عندي شركه هستوها طالعه او ستارت اب او عندها مشروع جديد تروح تسوي برايفت كلاود اللي هو يكلف، احتمال يكلف مئات الاف الدولارات، فهذا راح يكون الاختيار مو صحيح. نشترك بالبرايفت، نروح نشترك بالببليك، الببليك تكون ارخص من البرايفت كلاود. من مساوئها ايضا يقول لوس اس ال اي، قبل شويه قال ويك اس ال اي، هسه هنا يقول لوس اس ال اي، يعني اصلا مرات يقول حتى الاس ال اي ما موجود بالبرايفت كلاود، لانه الاس ال اي هو معناته اتفاقيات بينك وبين المستخدم، عباره عن قائمه من الاتفاقيات، حتى البروفايدر هو يحترم هاي الاتفاقيات واليوزر ايضا يعرف حقوقه شنو. فهذه مو موجوده بالبرايفت كلاود، لان البرايفت كلاود هي خاصه بالموظفين مال هذه الشركه، فاصلا ماكو اس ال اي، فتعتبر من الديس ادفانتجز هنا معتبر. النوع الثاني من انواع الكلاود اللي هي الببليك كلاود، وايضا احنا شرحناها، قلنا هي عباره عن بروفايدر، تكون يعني منو يملكها او منو يتحكم بيها، منو يسوي لها ديبلويمنت مانجمنت او مينتيننس، اكيد البروفايدر. ماكو عندي بابليك كلاود مثلا خلينا نقول شخص عنده بابليك، لا هي عباره عن شركات ضخمه مثل جوجل، مثل امازون، مثل مايكروسوفت، عندهم بابليك كلاودز تكون مفتوحه لليوزرز اللي موجوده بالعالم كله، مو بس يوزرز وانما بمعنى مؤسسات وشركات تروح تشترك بهذه الخدمات وتاخذ من عندهم البابليك كلاود كخدمه. فهي راح تكون ايضا تكون مكانها يعني وين يكون موجود، راح يكون موجود بالسيرفرات الخاصه بهاي الشركات. وهنا نيجي يضرب امثله، يقول مثلا امازون اي دبليو اس وويندوز مايكروسوفت اجر اللي هو ذولا الكلاود سيرفيس مال مايكروسوفت، الكلاود سيرفيس مال امازون، اللي راح تكون وين تكون الانفراستراكشر موجوده بالسيرفر بالديتا سنترز مالتهم او السيرفر فارم يسموه مال مايكروسوفت ومال امازون وغيرها من الشركات. يقول هنا أنا considered infinite، يقول الريسورسز اللي موجودة بالبابليك كلاود تعتبر infinite، يعني هي مو infinite مو لا نهائية، بس انت تحسها infinite لانه من تشترك بيها اش قد ما تريد انت ستوريج ينطيك، اش قد ما تريد انت processing power ينطيك، اش قد ما تريد سيرفرات ينطيك، انت تحسها لا نهائية بس هي اكيد بيها limit. بس هي السيرفر فارمز مالتهم كلش ضخمة، مساحات هائلة من السيرفرات، وهذه السيرفرات موجودة مثلا بدولة موجودة باكثر من مكان، موجودة بخمس قارات الكرة الأرضية، فتكون كلش ضخمة ومتصلة بين واحدة بالثانية، فتحسها كأنما هي إنفينيت لا نهائية، بس بالحقيقة هي لها حد يعني، بس لأنه كبيرة جدا فاليوزر يحسها لا نهائية. أيضا هنا يجي يذكر خصائص البابليك كلاود، شنو خصائصها؟ يقول هاي سكيلابيليتي، أكيد هاي سكيلابيليتي، لأنه ما دام هسه حكينا على الريسورسز إنفينيت يحسها اليوزر، يعني تجي مؤسسة تقول أنا أحتاج 20 سيرفر، تروح تشترك بالبابليك كلاود ينطوها 20 سيرفر.
ورا فترة شافت الشغل مالتها صار أكثر تقول أريد 40 فيزيدها ينطيها 20، ورا فترة الشغل قل تقول خل أشيل 20 أرجع على 20 الأولية. فإذا سكيلابل أنا دا أقدر أكبر وأصغر بالكلاود بسهولة بدون مثلا البرايفت لا بصعوبة لازم أروح أشتري سيرفرات جديدة، وإذا ما أحتاجهم لازم أشيلهم راح أروح أبيعهم مثلا. فبالببليك العملية أسهل اللي هي التوسع وزيادة السيرفرات وتقليل السيرفرات، أو مو إلا سيرفرات، ممكن ستورج أزيده بعدين أرجع أقلله، أو رام أزيده وأرجع أقلله. المهم أي نوع من أنواع الريسورسز هو سكيلابل بالببليك كلاود. الخاصية الثانية هي أفوردبل، قلنا أرخص لأنه برايفت كلاود قلنا كوستلي يعني مكلفة جدا. البابليك كلاود افوردبل، الشركات الناشئه اليوزريه العاديين الستارت اب بروجكتس هذني كلهم الاختيار الافضل لهم يكون البابليك كلاود لانه رخيصه، ممكن احنا ندفع تكاليفه لانه راح تحاسبني على الاستخدام، راح تحاسبني مثلا على اساس ان انا يقول يوزوالي اون بير اور بيسز يعني بالساعه، يعني تقول لي انت قد استخدمت الكلاود على اساس كل ساعه تقول لي عليك هالقد مبلغ، مو مثل البرايفت. البرايفت لا لازم اروح اشتريها كلها الاجهزة وانصبها واختار لها مكان واوفر لها كهرباء واوفر لها تبريد واوفرها اوفر لها اشخاص يديروها واشخاص يسوي لها مينها، كلها تكلفة. بالبابليك كلاود ما موجودة هاي التكلفة، مجرد انت تشترك وتطلب الخدمة اللي تريدها وتدفع على اساس الاشتراك مالتك، فهي تكون افوردبل من خصائصها. خاصية الأخرى less secure، أكيد ما دام public ما دام أكو إنترنت السيكوريتي أقل، وهذه تعتبر disadvantage طبعا. السيكوريتي أقل ما دام أي شيء على الإنترنت هو معرض للاختراق، ماكو فد شيء secure 100%، لازم أكو اختراق، لازم أكو ليك تسريب معلومات وإلى آخره من الأمور. هنا يقول مع أنه though the SLAs ensure privacy، يقول ال SLA اللي هو الاجريمنت بينك وبين البروفايدر راح يقول لك انا راح انطيك برايفسي وراح انطيك سيكيورتي، صحيح يقول لك هيجي بس هو مو 100%، ممكن انه تتعرض الشركه للاختراق، ممكن انه البيانات تتسرب مثل ما نشوف هسه احنا كل فتره، وجوجل تسربت بياناته والفيسبوك تسربت بياناته، اكو اختيار اكو اختراقات ما دام على الانترنت. الانترنت مو سيكيور مع انه هي توفر طبقات من السيكيورتي. فيقول still there is a high risk of data being leaked، يقول اكو خطورة عالية لتسريب المعلومات، فهذه من خصائصها السيكوريتي ما تقليلة. بعد هاي افيلبل، الافيلبلتي مالتها عالية لانه هي عبارة عن سيرفرات تشتغل على مدار الساعة ما تتوقف، وحتى اذا صارت مشكلة في مجموعة من السيرفرات تشتغل الباكب مالتها بحيث اليوزر ما يحس انه هاي السيرفرات وقفت، فهي 24 ساعة متوفرة، والشركات تقدر تسوي اكسس عليها من اي مكان ما دام اكو انترنت تقدر تسوي اكسس عليها. هاي يسموها هاي افيلابيلتي يعني متوفره بصوره عاليه. ايضا من خصائصها سترينجنت اس ال اي، يعني سترينجنت معناتها سترونج، الاس ال اي مالتها قوي عكس البرايفت، البرايفت قلنا ويك، قلنا الاس ال اي مالتها لوس، هنا سترينجنت يعني شنو؟ يعني من يجي يوزر او شركه تشترك بهذه البابليك كلاود راح تفرض عليها مجموعه من الشروط ومجموعه من القوانين ومجموعه من الاتفاقات، لازم اثنيناتهم يعني البروفايدر واليوزر المشترك يتفقون عليها حتى لا يصير اختلاف بالخدمه، يتفقون على كل شيء، على السيرفرات، على عدد الرام، على عدد الستورج، على النتورك، على الكواليتي اوف سيرفيس، على السيكوريتي، على كل شيء، حتى اليوزر يكون يعرف هو ايش دي يشترك وشنو اللي له الحقوق وشنو اللي عليه، وكذلك البروفايدر حتى يكون هو من الناحيه القانونيه يكون موقفه سليم وحسب هاي الاتفاقيه هم يخضعون للقانون. فالاس ال اي بالببليك هو كلش عالي لانه الببليك كلاود تتعامل ويا يوزر بكل العالم تتعامل وياهم، فلازم اكو الاس ال اي يكون قوي ومفصل. فهنا ايش يقول؟ هنا يقول فت كلمه اس ال اي از فيري سترينجنت ان ذا كيس اوف ذا ببليك كلاود از ذا سيرفيس بروفايدرز بزنس ريبيوتيشن، يقول لان سمعه البروفايدر تتعلق به، لازم يحافظ على السمعة مالته، لأن إذا خسر السمعة مالته اليوزرية ما ترى يخسرهم، فيحط فد SLA كلش قوي
حتى اليوزريه يلتزمون به ويحافظ على السمعه مالته. And customer strength are totally dependent on the cloud services that follow the SLA strictly, يعني بصرامه. And violations are avoided, يعني عمليه اختراق او نقض شروط هذه الاتفاقيه avoided, لازم تكون يتجنبها البروفايدر واليوزر. فهذه كانت خصائص البابليك كلاود. بعدين يجي هنا ايضا نفس الحكي يقول السيوتابيليتي, يعني المن هذه البابليك كلاود منو الاختيار الافضل له انه يختار البابليك كلاود. اكيد هنا يقول the requirement for resources is large, يقول انا اذا احتاج resources عالية اختار البابليك, لانه البرايفت راح تكون resources مكلفة اذا اشتري resources عالية. That is there is large user base. وكذلك إذا اليوزرية ما تي كلش هواية أيضا الاختيار راح يكون باتجاه البابليك. The requirements for resources is varying. هذه أيضا إنه إذا كان أني مرة أحتاج resources هواية مرة أقللها بعدين أزيدها, هذه كلها تختلف عندي, فروح أختار البابليك ما أختار البرايفت. There is no physical infrastructure available. هاي الشركة ما عدها أصلا, ما عدها, أكو شركات أصلا ما عدها موقع, يعني تشتغل كلها من البيت, مثلا مجموعة موظفين يشتغلون على فد فكرة من البيت, اصلا ما عندهم حتى موقع, ما عندهم امكانية يشترون السيرفرات, فيختارون البابليك كلاود ويسوون شغلهم على هذا الكلاود. ايضا هذا نفس النقطة قلناها, an organization has financial constraints, عندها قيود تتعلق بالمادة, فتختار البابليك لان هي affordable, من خصائصها قلنا affordable. بعدين يقول هي المن تكون غير مناسبة, هسه بالعكس اكيد عكس هاي النقاط. يقول سيكيورتي از فيري امبورت, يقول ذا شركه سيكيورتي مالتها كلش مهم ما تشترك بالببليك, مثل الجوفرمنت, مثل المؤسسات العسكريه والحكوميه, تروح تختار البرايفت. اورجنايزيشن اكسبكت اوتونومي, يقول اذا الاورجنايزيشن تريد اوتونومي, فالاستقلاليه بالشغل مالتها, فلازم تتجه للبرايفت, مو من المناسب انه تاخذ ببليك, لان الببليك ما بي اوتونومي, ما بي استقلالية للشركة, لأنه من يتحكم بي؟ يتحكم بي البروفايدر. Third party reliability is not preferred, يقول إذا أنت ما تفضل كشركة, ما تفضل أنه أو ما عندك ثقة بالبروفايدر, فمو من الصحيح أنه تشترك بالpublic cloud, لازم أنت تروح تشترك أو تاخذ private cloud خاصة بيك. فهذه مجموعة من النقاط البديهية خلينا نقول. وأيضا هنا نحكي على نفس الإشيوز, الأسئلة يجي نفس الكلام عيده, النتورك شلون راح تكون عن طريق الانترنت, كل هذا الكلام احنا حكيناه. المالتي تننسي مالتها ايضا شرحناها في الشابترات السابقه. بعدين يجي يذكر الادفانتجز والديز ادفانتجز. ادفانتجز ايضا نفس الكلام, يقول there is no need to establish infrastructure, يقول اني ماكو داعي اسوي infrastructure لانه اني راح اشترك بخدمه, ما داعي اشتري سيرفرات واشتري اجهزه مثلا. There is no need for maintaining the cloud, ماكو داعي انه انا اسوي maintenance, ليش؟ لانه المسؤول على maintenance هو البروفايدر وليس الشركة. There are comparatively less costly than other cloud models, فراح تكون كلفتها اقل اكيد, البرايفت راح تكون اغلى. Strict SLA, ها قلناها انه SLA راح تكون قوية, are followed. There is no limit for the number of users, ماكو limit لليوزرز, قد ما اريد users اني اقدر اخليهم بالكلاود, بابليك كلاود, لانه قلنا هي كلش سكيلبل, اقدر ازيدها قد ما اريد. The public cloud is highly scalable, هذه سجلناها. فهذه كلها advantages. The disadvantages security من مساوئها لانه متصل بالانترنت, والبرايفسي, organization autonomy, استقلاليه المؤسسه ايضا تكون غير موجوده باعتبار هي تعتمد على البروفايدر. النوع الثالث اللي هو الكوميونتي كلاود, اخذنا البرايفت واخذنا البابليك, هسه الكوميونتي. الكوميونتي هو يشبه البرايفت بس مو بمؤسسة واحدة, مجموعة مؤسسات عندها اهتمام واحد او مشترك, كلهم يشتركون حتى يسوون كلاود, يسموها كوميونتي كلاود. فهي اكثر من اورجانيزيشن تشترك حتى تسوي كلاود, يسموها كوميونتي كلاود. فيقول هنا أنا, the community cloud is the cloud infra that is provisioned for exclusive use by a specific community of consumers from organizations that have shared concerns, يعني عندها اهتمامات مشتركة
يشتركون كلهم حتى يسوون هذه الكلاود يسموها كوميونيتي كلاود. زين المن هذه راح تكون النوع من الكلاودز المن تكون مناسبة؟ يقول مناسبة للشركات اللي ما تقدر تشترك برايفت، يعني هي شركات خلينا نقول 5 شركات كل واحدة من هاي الشركات وحدها ما تقدر تسوي برايفت كلاود، بس اذا اشتركت ويا شركات اخرى ممكن يسوون كلاود خاصة بهم مشتركة بيناتهم، فيكون يسموها كوميونيتي كلاود. فاذا كانت الشركة ما عندها امكانية توفر البرايفت كلاود ولا هي هاي الشركات خلينا نقول تقدر تعتمد على البابليك كلاود، لان قلنا على مود السكيورتي وهذه الامور، فلا هي تريد البابليك ولا هي تقدر تسوي برايفت، فالاختيار الافضل لها انه تسوي بيناتهم ويشتركون ويسوون شنو، يسوون كوميونيتي كلاود. شنو خصائص هذا النوع من الكلاود؟ الكاركترستكس يقول كولابوراتيف اند ديستريبيوتيف مينتيننس. يقول هنا المينتيننس صيانه الكلاود راح تكون تعاونيه بين هاي الاورجنايزيشنز وتكون موزعه عليهم وليست خاصة بأورجانيزيشن واحدة أو خاصة ببروفايدر، وإنما كلهم راح يتعاونون في عملية المينتنس لهذه الكلاود. أيضا partially secure. partially secure ليش partially secure؟ يقول لأن هي ما دام أكو شيرينج بين أكثر من مؤسسة فهي ممكن البيانات تصير بها ليك من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، هي مو secure مثل البرايفت ولا هي خلينا نقول less secure مثل البابليك، وإنما هي حالة وسطية يسميها partial secure. ليش partial؟ لأنه يقول ما دامت أكثر المؤسسة مشتركين كلكم بهاي الكلاود فخاف مثلا البيانات يصير بيها ليك، يصير لك اختيار اختراق مثلا تجسس على البيانات، فهي partially secure. وذلك هنا شي يقول there is a possibility، أكو احتمال that the data can be leaked from one organization to another، فإذن هي partial من خصائصها الكوميونيتي كلاود تكون partial secure. cost effective من خصائصها cost effective. يقول the community cloud is cost effective as the whole cloud is being shared by ها. يقول لأنه هاي الكوميونيتي كلاود مشتركة بين الشركات، يعني هاي التكلفة راح تتوزع على هاي الشركات مو مثل البرايفت اللي هي التكلفة كلها تتحملها شركة واحدة، فهي كوست افكتيف تعتبر لان راح تتقسم الكلفة على هاي الشركات المشتركة بهذه الكلاود. وايضا هنا راح يذكر السوتابيليتي انه هي المن نفس اللي قلناها نفس النقاط، انه مؤسسة ما تقدر تسوي برايفت كلاود وعدها فد مشاكل مثلا بالمادة مادية فتشترك ويا شركات اخرى حتى تسوي هذه الكلاود. ايضا اكو اون بريمس، يعني هذه تكون موجوده داخل الشركات او تكون اوت سورس، ممكن اكو بروفايدر يوفر لهذه الشركات كلاود مشتركه بيناتهم، ممكن انه يكون اكو بروفايدر يوفر كوميونيتي كلاود، ومثل ما كان انه بالبرايفت اكو بروفايدر يوفر برايفت كلاود للشركه، هنا أنا ايضا ممكن يوفر كوميونيتي كلاود لمجموعه من الشركات. وهنا راح يذكر ايضا مجموعه من الامور اللي هي المشتركة، هاي الاوتسورس، الادفانتجز اكيد انه استابلش لو كوست برايفت كلاود، كأنما راح تكون هي تشبه البرايفت كلاود بس بكلفة اقل، تالاو كولابوراتيف ورك يعني راح تشجع على او تسمح بالعمل التعاوني بين الشركات على الكلاود، وراح تسمح ب sharing of responsibilities مشاركة المسؤوليات بين هذه الشركات المشتركة، وهي أفضل السكيورتي مالتها من البابليك، هي أفضل من البابليك بس هي يعني أقل من البرايفت سكيورتي. disadvantages الأوتونومي، يقول صح أكو أوتونومي لحد ما بس ما دام هي أكو أكثر من شركة مشتركة بهذه الكلاود فالاستقلالية تكون ماكو استقلالية، لأنه راح تكون شركات كلها مسؤولة عن المينتنس ومسؤولة عن عملية الاوبريتنج لهذه الكلاود، فماكو اوتونومي ماكو استقلالية مثل البرايفت كلاود، لا اوتونومي 100%. سيكوريتي فيتشرز ار نوت اس جود، اكيد انه البرايفت هي اعلى شيء بالسيكوريتي. ات از نوت سوتابل اف ذير از نو كولابوريشن، هنا يقول اذا اكو شركات هم نفس الاهتمام بس ما مستعدين يتعاونون، يعني ما مستعدة هاي الشركة تتعاون ويا هاي الشركة، اكيد اذا ماكو عملية كولابوريشن فما راح تكون مناسبة لهم انه يسوون او يشتركون بكوميونيتي، لازم اكو فد يعني الشركات تكون مستعدة للتعاون فيما بينها حتى يقدرون يشغلون هذه الكوميونيتي كلاود.
النوع الرابع والأخير بالديبلويمنت مودلز اللي هو الهايبريد كلاود. الهايبريد كلاود هايبريد معناته هجين، معناته أي نوعين من هاي الأنواع تدمجهم يصير عندك هايبريد كلاود. أي نوعين مثلا برايفت وببليك، أو برايفت أو ببليك وكوميونيتي، أو برايفت وكوميونيتي، أو ثلاثتهم سوا تدمجهم يصير عندك هايبريد كلاود. إذن هو مو نوع مستقل وإنما عبارة عن مزيج من الأنواع يولد فد كلاود تحتوي على أكثر من نوع. وبالنتيجة ليش يسوون هايبريد كلاود؟ يقولون حتى يستفادون من الأدفانتجز اللي موجودة بأكثر من نوع. يعني شركة تريد الأدفانتج الموجودة بالبرايفت وتريد الأدفانتج اللي موجودة بالببليك، فتختار هايبريد كلاود، تختار هذا النوع. يعني شركة تريد سكيور عالي فتسوي لها برايفت، وتريد افيلابيلتي عالي وتريد سكيلابيلتي عالي أيضا تسوي ببليك، فيصير عندها نوعين، تكون هي هم مشتركة بالببليك وهم عندها برايفت كلاود. فكل هالكلاود اللي صح اللي موجودة بهاي الشركة يسموها هايبريد كلاود، فتكون هذه هي خصائصها. الخصائص هنا يذكرها يقول سكيلابل، اكيد سكيلابل لان هي اذا كان بها بابليك كلاود. بارشيالي سكيور، مو سكيور 100% لان هي برايفت وبابليك موجوده بابليك بها، فتكون سكيورتي بارشيالي. سترينجت اس ال اي لانه بها بابليك فراح تكون الاس ال اي مالتها سترونج. هنا هاي راح تعتبر ديز ادفانتج بالنسبه لها، اللي هي كومبلكس كلاود مانجمنت. ما دام هي متكونه من اكثر من نوع فعمليه المانجمنت والاداره الخاصه بهذه الكلاود تكون جدا معقده، لان راح يكونون اكثر من نوع دا يشتغلون سوا، فيكون اكو تعقيد في عمليه المانجمنت. هذه قلناها انه هي الما المناسبه، مناسبه للمؤسسات اللي تريد برايفت كلاود وتريد السكيلابيلتي مال بابليك كلاود، فتسوي هايبريد كلاود. ومناسبه للاورجنايزيشن ذات ريكواير مور سكيورتي ذان ذا بابليك كلاود. للبابليك كلاود تكون سكيورتي ضعيف فتريد سكيورتي عالي، فيكون تجيب البرايفت وتجيب البابليك. وهنا الى اخره. هذه ايضا يذكر الخصائص الخاصه بهذه الادفانتجز، ات جيفز ذا باور، تعطيك القوه مال البرايفت ومال البابليك. سكيلابل عالي لانه هي بيها بابليك. Better security than public. ليش better security؟ لأن بيها private. What disadvantages؟ إنه security not as good as the public. The security features are not as good as the public. وmanaging a hybrid cloud complex. المانجمنت يكون جدا معقد بالنسبة للهايبريد كلاود. والSLI راح يكون أيضا strong SLI. فهذه مجموعة من الخصائص والمميزات. طبعا اكو هواية كلام، بس هو الفكرة انه نفتهم النقاط الاساسية والمميزات اللي تميز كل نوع عن الاخر. فالديبلويمنت مودلز هي البابليك والبرايفت والكوميونيتي والهايبريد كلاود. عرفنا كل واحدة شن هي والمن مناسبة والمن راح تكون غير مناسبة، وشنو الادفانتجز والديس ادفانتجز مال كل واحدة، وشنو خصائص كل نوع.